هطل للأمطار في تلك المنطقة يعاني طلابنا حقيقة أخي الكريم من وعورة الطريق ووحولته للوصول إلى تلك المدارس، وهناك معابر إلى تلك المدارس غالبا ما تغمرها المياه عند هطول الأمطار. بيجي على المدرسة بكل هاي طريق وحل وطين وبصحط وبرد لي، بيجي على المدرسة ما فيها صوب المدرسة. بتمنى يصير أستاذ عربي ويجي على الطريق ما يكون فيها وحل وطين عشان ما أصحط وتلوي ثيابي.